صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ذبح رجل عند قبر ظنا منه أنه أفضل من الذبح في بيته، فهل هذا يعد من الشرك؟ إن كان يقصد تعظيم الميت والتقرب إليه فهذا شرك أكبر، وإن كان يذبح عند القبر يظن أن الذبح عنده، هو لا يريد إلا الله جل وعلا، يذبح لله لكن يظن أن الذبح عند القبر أفضل، ولا يريد القبر إنما يريد المكان فقط، فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم.